يبدو أن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 12 من آيار الحالي قد أثرت بشكل واضح على اقتصاد العراق والاستثمار فيه، لا سيما في ظل الأموال الطائلة التي صرفتها الكتل والأحزاب السياسية على الدعاية الانتخابية والذي يعرف بالمال السياسي الذي استحوذت عليه الأحزاب المتنفذة وأثقلت كاهل الدولة والمواطن. مختصون في الشأن الاقتصادي أكدوا أن نظاما اقتصاديا جديدا سيسود العراق ويتحكم بأسواقه وتعاملاته وتبادلاته بعيد الانتخابات المقبلة، لأن اللعبة السياسية آن لها أن تترك الساحة لنظيرتها الاقتصادية ما دام العراق بمجمله يعد أرضا خصبة لمشاريع الاستثمار والتبادل التجاري العالمي والتنمية المستدامة، فضلا عن الالتزامات المالية الدولية التي قطعها على نفسه مقابل قروض مؤجلة مولت الحرب على داعش. ويرى مراقبون أن الأحزاب والتيارات السياسية المتبارية تدرك أن البلاد مقبلة على تغييرات جوهرية هي بتماس مباشر بحياة المواطن البسيط، ما يصعب عمليات تبرير خصخصة المشاريع الخدمية وإثقال كاهل المواطن بالضرائب والقروض المصرفية.